أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي انطلاق بث أولى حلقاتها لمسلسلها الكرتوني التوعوي للأطفال الشرطي منصور على قناة سبيستون يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر، لتكون بذلك أول جهة شرطية في الوطن العربي تنتج هذا النوع من المسلسلات الموجهة للأطفال لإيصال رسائلها التوعوية والتثقيفية في إطار ترفيهي ممتع وجذاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي وبحضور عدد من الضباط والأفراد والسادة العالميين، ولتكون شرطة دبي قد خطت خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز التربية والوعي لدى الأطفال، كما نجحت شرطة دبي في الحصول على مصنفات فكرية لجميع حلقات المسلسل المنتجة، والتي تناقش في كل مرة موضوعات مهمة تعنى بالطفل. طبعا من دواعي سرورنا أن نحن نكون الجهة الشرطية الأولى على مستوى الوطن العربي أن نطلق مشروع مسلسل كرتوني خاص بالشرطي منصور، والأول من نوعه. هذا بحد ذاته إنجاز الحمد لله. في حلقات الشرطي منصور هي حلقات كلها توعوية تناقش المواضيع اللي قد يتعرض لها الطفل في النواحي التوعوية والنواحي الأمنية والمرورية، وكل الحلقات جاءت لعمل مثل ما تقول توعية وزيادة حرص الأطفال على هذه الجوانب، ونتمنى من الجميع الاستفادة من الكرتون. أبرز القصص تركز على الجوانب الأمنية والمرورية. الجوانب الأمنية مثل الابتزاز الإلكتروني قد يتعرض له الطفل، الغرق ممكن يتعرض الطفل، الأشياء اللي نقدر نقول النواحي الأمنية بشكل كبير. النواحي المرورية تأتي أيضا من ضمن الحلقات، كيف يعبر الطريق وكيف يركب الحافلة، وكلها جاية بإطار مشوق ومحبب للأطفال.